استخلاص مادة كيميائية من نبتة الوبية مشروع نفذه مجموعة من طلاب مدرسة وادي الحيول، هو من المشاريع المتأهلة للتنافس على مستوى سلطنة عمان بعد حصوله على المركز الأول على مستوى محافظة بريمي في قسم الابتكارات العلمية الطلابية. طبعا فكرة المشروع أنه نقدم نصيحة للأشخاص اللي يستخدموا هذه النبتة. طبعا هذه النبتة تحتوي على مواد ضارة، والأشخاص اللي يستخدموا هذه النبتة يجهلوا مضارها، والآن إن شاء الله نحاول أن نجد بديل عن هذه النبتة. وفي مسابقة الروبوت تحدي عمان تأهل هذا المشروع من مدرسة حفصة بنت سيرين للتعليم الأساسي. مشروعنا هذا يتحدث عن أنه يشيل الروبوت من منطقة مكعبات منطقة ودي منطقة ثانية، ويكون هذا في يكون تحالف، يكون في ثلاث روبوتات على هذا المنصة، كل روبوت حله مهمة محددة ولازم يكونوا متحالفين مع بعض. وضمن برنامج جلوب البيئي تأهلت دراسة بحثية عن نبتة الطرثوث من مدرسة أم در الغفاري على مستوى السلطنة، وفي المقابل حصلت مدرسة يزيد بن المهلب على المركز الثاني على مستوى السلطنة في مسابقة برمجة الدرونز. تعتمد فكرة هذه المسابقة على برمجة طائرة الدرون وتجتاز المهمات التي توجد عليها. شاركنا على مستوى السلطنة وحصلنا على المركز الثاني. يتلخص إسهامي في الأسبوع العلمي للابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي بإلقاء محاضرة على كوكبة من الطلاب المدارس في محافظة البريمي حول موضوع إنترنت الأشياء. هذه المشاريع وغيرها كانت حاضرة ضمن هذا المعرض الذي نظمته تعليمية البريمي تزامنا مع حفل تكريم المجيدين في مجال الابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي، حفل استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان فرع البريمي، وفيه كرم أيضا كل من ساهم في دعم هذا المجال. هذا التكريم يعد حافزا حقيقيا للطلبة لمواصلة تميزهم في مجال الابتكار العلمي والروبوت والذكاء الاصطناعي. من غرفة تجارة وصناعة عمان، أنور بن زاهر الغريبي، محافظة بريمي.